كابتن السلام عليكم. شلونك كابتن؟ شلون صحة حبيبي؟ كابتن احنا املنا بيكم بالنجوم، احنا ناس متظاهرين ومشجعين، يعني ما عندنا صوت قوي بس انتو صوتنا، احنا داعميكم، انتو نجوم العراق، انتو املنا، انتو الناس اللي تقدرون تخدمون العراق حقيقة. يعني هذا بدون مجاملة، انت شخصية راقية والشعب كله يحبك، انت ويونس محمود، هوار، عماد، قصي منير، انتو املنا بيكم كابتن عدنان درجال، انتو تستطيعون تخدمون الكرة العراقية، يعني احنا نتمنى انه تنتشلونه. انت صح اجيت وقدمت على الاتحاد ومطوك تزكيه وحاربوك بقانون الاتحاد، والله احنا الجماهير نعرف هذا الشيء، بس احنا ما نقدر نسوي شيء، هي الهيئه عامه طابقه ويا الاتحاد، بس هسه احنا فرصتنا صار اخفاق بالمنتخب، واحنا هسه نطالب تصحيح المسار. احنا نريد نجوم، نريدكم انتم تخدمون الكره العراقيه، لان احنا تعبنا، يعني احنا ذا هسه ما نغير ولا سنت الاخر، شو وقت يصير التغيير كابتن؟ كابتن فهمتكم ويانا، نعرف انت هسه عندك ارتباط وبرنامج بدبي، ان شاء الله تكمل البطوله وتجي هنا، اريدك تتحرك واحنا الجماهير وياك. كل الجمهور قاعد يسمعك، احنا ندعمك. نعم كابتن. الفرصه موجوده كابتن، المظاهرات مستمره كابتن نشأت، هاي المظاهرات مستمره، اليوم عدد قليل، الجمعه احنا ان شاء الله راح تصير اكثر، وبعد ما نعوف هاي المظاهره راح تطول بعد ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه، احنا نسوي لها حل، لازم نسوي لها حل، احنا نطالب بوجودكم انت وكابتن يونس وكل نجوم 2007، نريد نخلص من ذول العجايز، هذول اللي جابتهم الميليشيات اللي احنا نعرف شات اللي احنا نعرفهم، يعني الله يقبل انور جسام ما عنده شغل، او نشأت اكرم او يونس محمود وكامل صغير، هذا كان يخطط ساحات مال فرق شعبيه، عضو بالاتحاد بارز الله يقبل، لو عبد الخالق مسعود كابتن شخصيات مو رياضية. كابتن احنا ندور انسان يخدم الكره العراقيه، احنا ليش نعول على النجوم؟ حضرتك كابتن يونس، كابتن هوار، لان انتم عندكم خبره، ناس عندكم احتكاك واللاعبين محترفين، تقدرون تخدمون الكره العراقيه، احنا نشوف هذا الشيء، احنا هسه لا نعرفك شخصيا ولا عندنا اتصال شخصي فيك، بس احنا نعرف انه انتم ناس نجوم وناس تقدرون تخدمون، وفعلا انتم عندكم حرص على الكره العراقيه، وكل الجماهير تعرف الظلم انت تعرضت له، اجيت وتعرضت للظلم، ومطوك فرصه حقيقيه هنا، لا انت ولا كابتن يونس ولا كابتن عدنان درجال، كل العالم تتذكر الاحداث اللي صارت بالاتحاد. انتوا شو تريدون من احنا؟ نريد المواصله كابتن، يعني محاولات لازم نغير، يعني المظاهرات مستمره. خلي احكي، خلي احكي، عندنا امل بيكم. نعم نعم نعرف احداث التزام صح. كابتن ما تقصر، احنا املنا بيك ان شاء الله كابتن. خلني احكي وياه شويه. احكي وياه كابتن. سلام عليكم كابتن نشأت. عند الالتزام قال بالبر. كابتن احنا طبعا والله العظيم اليوم احنا حاضرين من اجل تغيير الكره العراقيه، واحنا نطلب مساندتكم، انتم الكره العراقيه، انتم تقودونها، انتم تقودونها، مو عبد الخالق مسعود وعلي جبار وكامل صغير، حثاله الكره العراقيه ذولي. نبتعد احنا عن المسميات، لا بس لا، هي حرقة دمنا احنا، هاي مجاملات فقط مجاملات ومحاربة النجوم. احنا نريدكم انت ويونس وعدنان درجال، انتم اللي نريدكم، انتم قادة الكرة العراقية، مو هذول قادة الكرة العراقية. وكابتن نتمنى من يمك ان شاء الله، نعرف انا عندك الالتزامات بالبرنامج، ونتمنى بعد رجوعك، احنا ان شاء الله كل جمعة كل بالاسبوع مرتين نسوي مظاهرات، ونبقى لحد ما نحقق ارادتنا بالتغيير ونطور الكره العراقيه باذن الله، وريدكم ان شاء الله بحضور ان شاء الله.